بيقولوا لي دلوقتي ان في عيل اسمه ابراهيم فايق خد مرتضى غسيل ومكوى. لو هو كده ما انا هاخد امه غسيل ومكوى. يا ابراهيم فايق هاخد امك غسيل ومكوى وهحكي لك من القناه اللي انت فيها. بلاش قل لي تاني، بلاش قل لي تاني، والله العظيم دي دعاره اعلاميه. اكبر ان انت بتكسب ثلاث فرق او اربع فرق في بطوله من اوروبا، فده في حد ذاته كبير. زعلنا وكسرتنا ان احنا يعني. طيب لو قلنا كيف تقيم مشاركه مصر في الالعاب الاولمبيه عموما؟ إيجابية أكثر مما هي سلبية، رغم الوصول إلى قريب من الصعود فوق منصة التتويج، لكن في الأخير ما حققه المنتخب المصري يعد إنجازا. مش هقدر أكمل.